أنا من الرستم وهرد على أسئلتكم عن تربية الأولاد. في أمهات بيشتكوا إن أولادهم عندهم لا مبالاة، يعني ممكن يعملوا الغلطة والأم تكلمه وتشرح له وتعاقبه، مهما حاولت معاه بيفضل يعمل نفس الغلطة تاني ويكررها وكأن هي ما قالتش أي حاجة. في أكتر من سبب ممكن يكونوا هما اللي بيأدوا لده. ساعات بتكون الأم عصبية بتزعق جامد قوي الولد لما بيعمل حاجة غلط، فلما الأم بتزعق الولد بيتوتر، فلما بنتوتر بيفرز مادة اسمها الكورتيزول في المخ. المادة دي لما بتعلى كل الوظائف اللي بتقوم بالمهام اللي هي زي التفكير والربط المعلومات ببعضها واتخاذ القرارات وانه يميز الصح من الغلط، كل المهام الراقية دي من المخ ما بتشتغلش، وبتشتغل بس الوظائف اللي بتحافظ على الحياة. فتلاقي الطفل طول ما هو واقف مامته بتزعق له، هو كل اللي بيفكر فيه امتى ماما تسكت، انا مش عايزه تزعق لانه خايف متوتر قلقان حاسس انك في اللحظه دي ما بتحبيهوش، مش عارف ايه اللي ممكن يجي بعد كده، ايه اللي ممكن يحصل. فممكن تلاقي الطفل يجري على مامته يحضنها يقول لها خلاص يا ماما انا اسف يا ماما طب مش هعمل كده تاني، وهو مش فاهم اصلا هو مش هيعمل ايه تاني وهو ايه اللي عمله اصلا اللي هو مش هيكرره تاني، ولا فاهم اي حاجه من الكلام اللي مامته قالته، بس هو عايز يعدي الموقف وخلاص. الام لو كنتي ام بتزعقي يبقى لو حاولي قدر الامكان ان انت وقت ما تكوني بتوجهي ابنك او بتقولي له على حاجه انت مش عايزاه يعملها او بتفهميه حاجه غلط عملها انك تقوليها له وانت هاديه. افرضي انك انت فقدتي اعصابك وزعقتي، خلاص اللي حصل حصل، احنا بني ادمين بتحصل ساعات، بس بعد ما تهدي يبقى الوقت المناسب اللي ممكن تشرحي له فيه. يعني اعملي حسابك ان اي حاجه قلتيها وانت بتزعقي اعتبريها ما اتسمعتش وما وصلتش، ارجعي بقى تاني من الاول ودي لو انت هاديه خدي ابنك جنبك بالراحه كده وقولي له حبيبي انت لما عملت كذا انا فكرت في كذا او انا حسيت بكذا او ده خلاني قلقت عليك عشان كذا وكذا وكذا، والمره الجايه نبقى نعمل كذا وكذا. ابداي وضحي له انت عايزه ايه. السبب الثاني هو ممكن تكون الام بتدي محاضرات طويله شويه، يعني مثلا ابنها مش عايز يحل الواجب، مامته تاخده بقى تعالى يا حبيبي انت عارف انت لما تحل الواجب انت هتبقى شاطر، ولما تبقى شاطر هتشتغل شغلانه كويسه تبقى زي بابا كده، تشتغل وتجيب عربية ويبقى عندك بيت وتبقى مبسوط وتبقى ناجح وتبقى إنسان كويس والناس كلها هتحبك وتقول عليك أنت شاطر. هو طبعا أنت عمالها تتكلمي وتقولي محاضرة طويلة مقتنعة بكل حرف فيها، وهو في الحقيقة بيفكر في الكرتون اللي هو عايز يتفرج عليه، فهو مش سمع أي حاجة من أنت بتقوليها. طبيعي جدا أن كلامك كله نزل في الهواء. في قاعدة ظريفة أنك لما تكوني بتقولي لابنك حاجة قللي الكلام على قد ما تقدري، أنت تقدري يعني حد اقصى تستخدمي 10 كلمات مش اكتر من كده. لو رجعتي النهارده وسمعتي انت لما تيجي تقولي لابنك حاجه يعملها وعديتي كلماتك انا متاكده انكم هتتفاجئوا. احنا ممكن نقول لاولادنا اللي احنا عايزينه بكلمه واحده او باشاره. انا ممكن عايزاه يشيل حاجه من على الارض كفايه قوي ان انا اقول له اللعبه لبسك طبقك كلمه واحده هو هيفهم كويس قوي انا عايزه ايه. الحاجة الثالثة هي ممكن تكوني لما بتتكلمي مع ابنك على الحاجة اللي عملها الكلام ما بيكونش مفهوم مش واضح، يعني مثلا دخلتي الأوضة لقيتي الولاد مش حاطين هدومهم في مكانها فتدخلي تقولي حرام أنا تعبت بقى كفاية هو أنا كل يوم هتكلم معاكم في الموضوع ده هو ما فيش رحمة. ما قلتيش أي حاجة عن الهدوم، ما قلتيش أنت عايزة إيه، ما قلتيش مثلا الهدوم مكانها فين أو لموا هدومكم بس حطوها مكانها. فالولد بيسمع كلام كتير قوي بس ما فهمش في الاخر انت عايزه ايه. اما السبب الرابع فهو ان ممكن تكوني انت نفسك مش ثابته، يعني نفس التصرف ممكن النهارده تقبليه وبكره ما تقبليهوش. مثلا ابنك المفروض ان هو قبل ما ينزل لازم قبل ما ينزل يكون لم لعبه علق هدومه حضر شنطته عشان تروح النادي مع بعض، فالنهارده هتقولي له لم اوضتك لم لعبك حضر شنطتك ويلا علشان ننزل، بكره عشان انت مستعجله شويتين انت اللي هتلمي له حاجته وتلمي له لعب ويلا عشان ننزل، بعده عشان انت مستعجله اكتر متاخره قوي هتسيبيه اصلا ينزل من غير ما تخليه يلم لعبه. فهو دلوقتي مش فاهم يعني هو انا المفروض المها ولا مش المفروض المها، هي دي حاجه المفروض دايما تحصل ولا هي بتعتمد على مزاجك ولا الموضوع ايه بالظبط. فهو محتاج انك تبقي ثابته، الحاجه اللي ما تقبليهاش مره يبقى ما تقبليهاش على طول، ولو حصل في مره انك هتقبليها هتعديها على الاقل قولي ولي الاوضه كان المفروض تترتب قبل ما ننزل وانا عشان مستعجله هترتبها اول ما نرجع، فعلى الاقل يبقى فاهم انك انت مضطره تتنازلي المره دي، لكن ما يلاقيش كل مره تصرف مختلف. هو ده اللي بيخلي الولاد يبان شكلهم لا مبالي بينما هما في الحقيقه ممكن يكونوا مش فاهمين بس ايه اللي مطلوب منهم. يبقى انا عشان اخلي ولادي يتعاونوا معايا ويبدوا شيء من الاهتمام اوضح الرساله بتاعتي اقولها باختصار وتكون مرتبطه بالحاجه اللي هما عملوها، وانا اثبت
طريقة تعاملي معاه، وأتكلم بهدوء عشان ابني يقدر إن هو يسمعني. ولو عندك أي مشكلة تانية بتقابلك مع ولادك ابعتلنا على سوبر ماما، وإحنا هنرد عليكي في فيديو جديد. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك عشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات بتاعتنا.